السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم لؤي. اليوم بدي أشرح لكم أداة مجانية تساعدك إنك تفك رمز الحماية بدون حذف البيانات، زائد تخطي حساب جوجل لأجهزة الـ MTK. في البداية إذا ما اشتركت بالقناة يا ريت إنك تشترك، بننزل فيديوهات بتخص السوفت وير بالـ FRB بشكل عام، زائد طريقة عمل البرامج وبعض المواقع. لو دخلت على قائمة التشغيل راح تلاقي هون قسم اللي هو صيانة الموبايل، وفي عندك هون الهاردوير وفي السوفت وير، فبتقدر تلاقي هون يعني تقريبا أجهزة الـ FRB. بنحاول كل الفيرجنات الجديدة إنه إحنا ننزل فيها، وكل البرامج المجانية نشرحها بالفيديوهات. بتقدر تلاقي أي جهاز، وكل برنامج بشرح عنه مجاني بكون رابط تحميله موجود بالوصف. كان عندي تعليق. أول إنشاء شيء موقع يمكن أن يكون أمراً معقداً، اختره. بس ثواني، في مشاهد تواصل معي وطلب مني اللي هو تخطي حساب سي 12 لجهاز ريلمي، تخطي جوجل أو فك رمز الحماية. طبعا هاي اللي هي الأداة TFT MTK Model، راح أترك لكم رابط تحميلها بالوصف، تقدر تحملها. بدي أشرح لكم شرح سريع عنها، وراح أحكي للشاب كمان كيف يحذف رمز الحماية بدون ما يحذف بيانات التطبيق. في البداية هاي الواجهة الرئيسية تبعت الأداة. طبعا هنا أول شيء بدك تجرب الدايركت أوبريشن، هيها كلياتها للبوت مود، يعني انت مجرد ما شبكت هون اغلب الاجهزه بتاخذ على الام تي كي مباشره، هو بيقراها من السيرفر وبيعطي الامر، انت بتعمل له ستارت وبتشبك الجهاز مباشره، وهون بيعطيك هاي اللي هي على الدايركت اوبريشن. هلا في عندك هون انلوك اوبريشن، هاي هي الخانه المهمه عندنا بهاي الاداه، اكثر خانه مهمه. طبعا فيها كل الاجهزه تقريبا الام تي كي، اذا جهازك مش موجود بالقائمه بتقدر تختار الاوتو، وهو بياخذها من السيرفر وبيشوف الاشي المناسب لها وبيعطيها. هاي لو شفنا السامسونج بنلاقي اصدارات السامسونج A10 A02، يعني الاجهزه الحديثه. طبعا الاداه هاي جربت عليها افك رمز الحمايه بدون حذف البيانات لغايه اندرويد 12، مش الحال 13 ما جربت، 11 100% بتزبط. فيعني الجهاز اللي بتدعمه الاداه اللي موجود هون بتكون بتدعمه على هاي، بتختاره هون من الاجهزه. بالنسبه للشاب اللي سالني على سي 12 ريلمي بده يفك رمز الحمايه والاف ار بي، كتب لي اياها بتعليق على فيديو ثاني، حكيت له انه انا بدي انزل فيديو لاداه بتفك له جهازه. لو اجينا على الريلمي هون، الريلمي طبعا ام تي كي، معروف انه ام تي كي. كيف بدك تعرف انه جهازك ام تي كي او مش ام تي كي؟ بتعمل بحث على جوجل، بتكتب ريلمي 16، بيطلع لك اللي هي مواصفات الجهاز، بتروح على البلاتفورم هون وبتعرف انه جهازك ميديا تك، عشان تعرف انه جهازك ام تي كي، عشان تعرف وين تتوجه لاي اداه تشتغل فيها. هلا مجرد ما عرفنا هون نيجي هون على ريلمي، دخلنا واخترنا ريلمي، مباشرة بنروح هي الأجهزة كلياتها الموجودة، راح نلاقي الجهاز اللي أنت بدك إياه موجود، هيو سي 12 هون. تقدر تختار اف ار بي، تقدر تختار ريست بن اند ريست اف ار بي، تقدر تختار فقط فك رمز الحماية وبتزبط معك 100%، يعني تفك الحماية بدون حذف أي بيانات عن الهاتف. ضروري إنك تعمل يعني الخيار هذا إذا ما بدك تحذف بيانات. بدك تحذف بيانات وتفك تخطي جوجل بتضغط على الخيار هذا، بدك تفك حساب جوجل انت مفرمت الجهاز اصلا بتضغط على الخيار هذا، وعندك الخيارات الثانيه كمان بتقدر انك تستخدمها. طبعا الاداه يعني بتدعم اجهزه كويسه من ام تي كي، يعني عده اجهزه تقدر الكل يستفيد منها، والاداه مجانيه 100%. هون كمان فيها خيارات الاف ار بي للاجهزه اللي مش موجوده، بتقدر تحط ملف سكاتر، تعطيها هون الخيارات كمان وتشتغل عليها. في عندك هون برضو الفانكشن تقدر تعطيها الفلاش عليها، وفي عندك هون برضو الخيارات هاي فعالة وكويسة
على الاي دي بي والفاست بوت لبعض الاجهزه، للام اي ولل يعني اغلب، والريست اف ار بي كلياتها من الفاست بوت، وهي بدك تجرب عليها. بس افضل خيار فيها للام تي كي مباشره انك تدخله. طبعا بعد ما اخترت الخيار وضغطت ستارت، شو بدك تعمل؟ تطفي الجهاز اوف كامل، بعدها بضغط علامه رفع الصوت وخفض الصوت وبشبك الباور. لما يكون الجهاز هون بيعطيك انه لازم تشبك الجهاز، فبس تشبك الباور بتترك الجهاز، بعد عندك بخلص بتشغل جهازك امورك 100%. هاي هي الاداه، وهذا كان شرحنا لليوم عليها. الاداه مجانيه 100%، راح اترك لك رابط التحميل بالوصف. يا ريت اذا عجبك الفيديو تضغط لايك، ويا ريت لا تنسوا الاشتراك بالقناه عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.